طبعا يا اخوان اهل عمان قاعدين بزغرتي وانه درجه الحراره عندهم 42. طبعا احنا بالعقبه هذا المقلى له تقريبا 7 دقائق بالشمس، وحطيت لكم فيه شويه زيت شايفين، وبدنا هي فيه شويه زيت افرجيكم كيف البيض بيستوي اليوم بالعقبه في عز هذا الشهر. تفرجوا شوف. ارجع لورا يا بابا، شوف 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 الزيت، شوف البيض، شوف البيض استوت، شوف اسمع الصوت اسمع. طبعا هسه راح اخليها بس 3 دقائق في الشمس. تخيلوا درجة الحرارة تحت الشمس عندنا اليوم والله يمكن فوق 55، شايفين كيف؟ البيض استوى، مرور دقيقتين البيض صار 100% ناضج وجاهز للأكل. صحتين وعافية، وأجواء نسيمة تتبرد في النعومة. طلع طلع يا عفو الله على هيك شوب.